السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة وللبيوت أسرار. أي زوجين بيبتدوا حياة زوجية لابد يكون في بينهم اختلافات، اختلافات في الطباع، اختلافات في التربية، اختلافات في طريقة التفكير. والاختلافات دي طبيعية جدا جدا، لأن كل واحد منهم جه من بيت مختلف، نشأ في أسرة مختلفة. ولكن المشكلة بتظهر لما كل واحد فيهم بيجتمع مع التاني في بيت واحد، وبيبقى عليه حقوق وواجبات، وبيبقى مسؤول منه الطرف الآخر. هنا بتظهر بعض المشاكل لأن في اختلاف في الطباع، لكن الاختلافات دي سرعان ما تزول وبتتلاشى مع الوقت، وبيبتدي الزوجين بيتأقلم كل واحد منهم مع الآخر. المشكلة والشيء المش طبيعي بيظهر لما يكون واحد من الزوجين متعود إن أي مشكلة بتحصل في حياته بيرجع لطرف ثالث، ولنقل مثلا الزوجة بترجع للأم. هنا بتظهر المشاكل لو كانت الأم غير حكيمة في التعامل وفي النصيحة وفي الإرشاد. بتظهر المشاكل لما تكون الزوجة بترجع لأمها وأمها بتنصحها نصايح مضرة. لكن في بعض الناس بيقولوا لابد الرجوع لأهل الخبرة عشان نستفيد منهم، لابد الرجوع للأهل في المشاكل. يا ترى إمتى بيكون الرجوع لأهل الخبرة مفيد، وإمتى بيكون الأفضل إن الزوجين يقتصروا على نفسهم ويحلوا مشاكلهم بنفسهم؟ هو ده اللي هنحاول نجاوب عليه في حلقتنا النهاردة مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. برحب بك يا شيخ عبد الرحمن. يا مرحبا استاذ محمد، يا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. شيخنا، إحنا عايزين نتكلم عن المشكلة دي واللي بتظهر في بيوت كتيرة جدا، وبنسمع كتير عن يعني مشاكل بتحصل في السنة الأولى من الجواز بسبب القضية دي. إيه هو يا ترى المنهج النبوي في التعامل مع المشكلة دي؟ أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أرحب بإخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. والبرنامج بدل ما كان برنامج يعني فردي، سعدت بلقاء اخويا الحبيب الاستاذ محمد حمزه في هذه اللقاءات المتتابعه. يكون برنامج حواري بقى، والاستاذ محمد يتلقى الاستشارات، واحنا ان شاء الله تعالى نسعد بالتواصل معكم. ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك يا استاذ محمد. انا عايز اقول ابتداء سيدنا، ليست المشكله في وقوع المشكله، انما المشكله في كيفيه اداره المشكله. تمام. او كيفيه التعامل مع الازمه ان وقعت. تمام. ولذا نقول حياة بلا مشكلات لأناس بلا حياة. جميل. حياة بلا مشكلات لأناس بلا حياة. تمام. يعني ممكن أنا أتكلم مع واحد من أصدقائي أو من إخواني، فأقول له أنت عامل إيه في بيتك؟ فيقول لي أنا بقالي 20 سنة ما وقعش خلاف مرة بيني وبين زوجتي. فأقول له لأن أنت يا إما أنت ما أنتش متواجد في البيت، وإما أن أنتم منعزلين عن بعض. تمام. وإما أن أنتم ما فيش بينكم لغة تفاهم ولا حوار، كل واحد منعزل عن التاني، مقضى حياته زي ما هو عاوز. ولذا ما بتلتقوش على، ما فيش وجود مشكلات. بس دي مش دعوة للمشكلات. ما أنا عايز أقول إن بيوت أزواج سيدنا النبي كان فيها مشكلات. صلى الله عليه وسلم. يبقى ما فيش حد أعلى من النبي رتبة عشان يقول لي أنا ما فيش في بيتي مشكلات. ده كان أنا أقصد مشكلات كبيرة أو مشكلات صغيرة، المهم في وقوع مشكلات. تمام. فلذا نقول يا سيدنا، كان منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حل المشكلات، وسنصدر أولا برواية، ألا وهي النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما بالذات مع بناته لا يكن طرفا في المشكلة مع بنته ضد زوجها. لا يكن طرفا في المشكله مع بنته ضد زوجها. تمام. ودي مشكله كبيره جدا يا شيخ محمد. تعالى البنت الوقت لما تتصل على ابوها، يا ابتي او يا بابا يا انكل يا اي حد، انا زوجي زعلني. زعلك والله لا مرمطه ومرمط كرامته واعمل فيلي صحيح يا عم. ده اللي بيحصل. هو صار مع البنت ايه؟ ضد جوزها. ضد زوج، صار معها طرفا ضد زوجين. النبي ما علمنا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان حما سيدنا علي بن ابي طالب في اللغه، كان حماه. صح. ومع ذلك ما كانش كان بيعمل ايه؟ خصم. تعال نجيب الروايه. تمام. الروايه شيخ محمد رواه الامام البخاري في صحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي، وفيه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه فلم يجد عليا، فقال اين ابن عمك؟ قالت لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. ما قضاش وقت قليل في البيت. فالناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان واحد من الصحابة انظر أين هو، شوف لافن عليه. خرج هذا الصحابي ثم رجع قال يا رسول الله هو في المسجد راقد، قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، فمسح التراب عنه صلى الله عليه وسلم وقال قم أبا تراب، قم
أبا تراب. جميل. يا الله، يعني اللي بدأ يسعى في حل الأزمة هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه حمى مين؟ علي بن أبي طالب. سيدنا علي بن أبي طالب. يعني ما قالش يا ابني هات أبوك، يا ابني يا ابني فين أهلك، يا ابني اركب أتوبيس الهيئة، هات عمامك وإخوالك وعماتك وخالاتك وهات الرجالة اللي عندك لو في رجالة في العيلة عشان نحل المشكلة. مش هي دي أزمات صح في البيوت؟ وأنا عايز أقول قد تحل المشكلة بحسن الكلام وحسن البيان، تمام، وقد تتعقد المشكلة بلفظ يخرج من الفم. في فرق كبير جدا بكلمة واحدة، بكلمة واحدة ممكن تتعقد المشكلة. هقول لك شيخ محمد ازاي. قد يتصل الحما لما البنت تشتكي لابوها، ايوه، وابوها سمع منها الكلام، فيبدا الوالد ياخد الكلام ويحصل له يعني شيء من الثورة الداخلية، وابدا يتعامل مع زوج البنت على انه مش ابنه في مقام البنوة، انما على انه خصم وعلى انه عدو. فشحنة الغضب اللي عنده بيخليها تلفظ بألفاظ يندم عليها طيلة الحياة. يتكلم في التليفون، أنت يا ابني، أنت يا ابني مين؟ أنت يا ابني لو عيلتك فيها رجالة هتحد يتكلم معاه، أنت بتتكلم مين؟ بيتكلم زوج بنته. جوز بنته. وزوج بنته ده رجل ومتزوج وله أولاد. فهذه الطريقة يخسر منها كثيرا. هو ممكن في كلمة ساعة غضب يقول له يا عم الحاج من غير مشاكل بنتك طالق. وانتهت القضية. على طول. طب لما يقول له محمد ربنا يبارك فيك يا حبيبي، انا نفسي اقعد معاك شويه، انا اجيلك ولا انت تجيلي ولا تشوف مكان محايد نطلع بقى على في الزراعيه نقعد شويه نشوي ذره وناكل، ولا نطلع على كورنيش ناكل ترمس، ولا نشرب عصير عند بتاع العصاره ونتكلم مع بعض شويه. غالبا لما انا اديله مجموعه من الحلول البديله هو يختار حاجه من الثلاثه، بس الاسلوب نفسه في كيفيه التعامل. عايزين نقول لشيخ محمد اتفضل يا سيدي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لما حصلت الحكايه دي، نعم، عمل ايه بقى؟ راح وقابل علي بن ابي طالب، نعم، رضي الله عنه، وقال له قم ابا تراب. نعم. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم لينا في اسوه، نعم، عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكلمش في المشكله، يعني ما كلمش فاطمه ولا كلم علي بن ابي طالب، بس هو عالم ان في مشكله. تمام تمام. فهنا بناخد من فايده من الحديث ده، ان احنا ازاي نتعامل مع المشكله، نعم، كحما كزوج كزوجة. يعني احنا لينا اسوه في النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لسيدنا العجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم استقرا وجه فاطمه دون ان تتكلم فعلم بان عندها مشكله. احنا بنقرا في القران شيخ محمد، قال الله تعالى واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. شيخ محمد لما يكون سعيد كده بيضحك لو مبتسم، انا السعاده دي طلع نبعه من القلب تظهر على الوجه، واجمل ما في الوجه ما يظهر بسببها العين. العين هي بريد القلب، تمام، تدل على انه زعلان، على انه فرحان، على انه جعان، على انه عطشان، على انه بردان بسبب التكييف ده، المهم في بيدل على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف سبحان الله الحزن في عين فاطمة، فقال لها ايه بقى؟ ونجيب الفوائد من الروايه من البدايه، قال اين ابن عمك؟ طب السؤال بقى، هو سيدنا علي بن ابي طالب او السيده فاطمه رضي الله عنها او سيدنا علي بن ابي طالب يبقى ابن عم السيده فاطمه؟ اجماعا لا، مش ابن عم السيده فاطمه، لما ابن عم سيدنا النبي. طب يعني القرابه بعيده. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اين ابن عمك؟ ما قالش لها فين علي بن ابي طالب؟ ما قالش لها فين زوجك؟ انما قال لها اين ابن عمك؟ يا الله، ليستجلب العطف الذي في قلبها بما بينهما من صله رحم. سبحان الله. ودي من صفات من يتصدر لحل الازمات والمشكلات الاسريه. تمام. لما يجي يقعد في مجلس بين زوج وزوجه واسرتين قاعدين، فيبدا يا جماعه انتوا بينكما صله رحم؟ الذكي من الاسره يفهم ده، فيبدا يقول ايوه ده قرايب، تقول له لا انا مش قريبته، يقول لا انت غصب عنك، لانه قد يكون ابنك انتهى الثامن عشر. صح. بس الازم النبي قال ايه؟ اين ابن عمك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم اول ما بداها بدا لفاطمه فبدايه الحل ان يبتدي يقرب وجهات النظر عن طريق ان هو يستعطف دول على دول. الله الله، جميل. الزوجه على الزوج. صحيح. ودي النبي صلى الله عليه وسلم عمله، بدا يستعطف قلب بنته على زوجها، مع ان صله الرحم التي بينهما بعيده، لان سيدنا علي بن ابي طالب يبقى ابن عم سيدنا النبي اتفاقا، مش ابن عم السيده فاطمه. وبرضه شيخ محمد نتعلم حاجه، لما دخل النبي عليه الصلاه والسلام في حاجه اسمها لغه الجسد كما يقولون. تمام. معروفة في التنمية البشرية، ولكن عندي اعتراض على كلمة التنمية، إنما تسمى التزكية النبوية. التزكية النبوية. بس ما فيش حد ماشي بكده يا شيخ عبد الرحمن. في، بس لا. المدربين قليل في ناس قليلة أوي. قليل جدا جدا، أقصد اللي يعرف على إيه تدريب.
صح، والذي له صلة بالكتاب والسنة. مظبوط. لأن أكثر المدربين أنا آسف جدا بعيد جدا جدا, جداً. ده العقيدة هو بيطوع السنة والآيات وكده للتنمية البشرية، مش العكس. مش العكس. آه. مش العكس. أحسنت يا شيخ محمد، جزاك الله خير، شكلك مدرب كبير يا شيخ محمد. سعيد والله بالأخوياك. وأنا أكثر. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام فاطمة إيه؟ قال أين ابن عمك؟ شفت أقول له إيه بقى؟ لقد كان بيني وبينه شيء. بس إحنا الاثنين زعلنا بعض. آه. بيني وبينه. تمام. ودي نصيحة للوالد بقى. هو بيتصل في بنته، بتتصل في التليفون، بابا حمادة علقني ومرمطني ومسخرني ومسح بي البلاط وعلقني في المروحة وقال لي أمك وأبوك واللي خلفوه. الأب عليه حاجتين في الوقت ده. لا أنا عايز أقول قبل كده هي فاطمة رضي الله عنها ما حددتش، قالت شيء وخلاص. ما ده هنعلق على كلمة شيء دي. فلما تتصل بابوها بالوضع ده الأب عليه نقطتين. النقطة الأولى وعايز أقولها للرجال، 50% من علاج مشكلات النساء في الفضفضة. تمام. تحكي. تحكي. والأب يعمل إيه؟ يسمع. يصغي. وينصت. تمام. ويبقى بجوارحه شاعر بكل كلمة بنته بتقولها. وفي الآخر لا أنتهيتي. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفرغت يا أبا الوليد، وبيتكلم مع كافر. طب بالك بنته المسلمة. يبقى يصغي لها وسيبها لما تنتهي كل كلامها، وبعدين يبدأ يسأل سؤال. طب يا سوزي ممكن أسألك سؤال؟ يا سوزي أسألك سؤال؟ فضل يا أبتي، فضل يا بابا. فيقول لها هو محمد عفروتو ده اتجنن ليه؟ ومرمط بك الأرض ومسح بك البلاط، عمل كده ليه؟ فتقول له بابا انتوا رجالة كلكم شكل بعض، اديني ماما. خربت. مش خربت يا شيخ محمد؟ صح كده خربت. وانا عايز اقول له اوعى تدي تليفون لماما، اصل قد يكون الحاجه قاعده جنبه مسخنه الدنيا. فانا عايز اقول لو انك تعلم ان طبيعه زوجتك عصبيه وغضوبه وانفعاليه وغير حكيمه، انت اقفل التليفون واعمل بلوك للدنيا كلها. اما اذا كانت زوجتك امراه عاقله وامراه هادئه الطباع وعندها حاجه اسمها الحلول البديله وتعرف تفكر كويس وتسحب بالدافع في الكلام لما تعرف ايه الموضوع، خلاص اديها التليفون تلطف الجو معاك. غير كده هو يحل الموضوع. هو كده يحل الموضوع. فإذا قالت فاطمة رضي الله عنها لقد كان بيني وبينه شيء. وبرضه في فايدة ثانية في كلمة بيني وبينه. يا الله، عايز أقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي تعاتب علي بن أبي طالب عاتبنا أنا كمان، ما هو بيني وبينه. شيخ الاثنين بتقول إحنا الاثنين زعلنا بعض. المرأة الصالحة بقى. يا الله يا كريم، حتى تبقى تقول لأبوها أنا زعلانة من زوجي بس خايفة إن أبوها يعمل إيه؟ يهين زوجها. صح. ويجرح زوجها. صح. ويقول له كلام يؤذيه وتقول له بابا ما تقولش الكلمه دي، بابا حماده حساس شويه، يا ست ما انت اللي بقالك ساعه بتشتكي. اذا يا سيدنا. بس ما حدش بيعمل كده يا شيخ. الا قليل. الا اهل الصلاح والله. ايوه. لقد كان بيني وبينه شيء. شيء. هو ايه الشيء ده؟ انا كنت بعمل بحث اسمه ما سالش النبي صلى الله عليه وسلم الاربعون الاسريه. ومنها هذا الحديث. قعدت ادور في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم عشان ادور ايه المشكله فين، ما عرفتهاش. لقد كان بيني وبينه شيء. هي ما قالتش وهو ما سالش في كلمه شيء دي. ايوه يا شيخ محمد، فايده عظيمه جدا. ان ما ينفعش كل مشكله يا بنتي في بيتك تحكيها. جميل. صح كده. مش كل مشكله، حتى ولو المشكله مشكله خيانه عن طريق نشوف افلام اباحيه او عن طريق نشوف صور محرمه وانت ظبطتين كده، بقول لك ما تقولوش لاهلك. تمام. ابتداء. انما الستر، ودايما اقول لزوجي وازاي ما اقولش؟ طب حط لنفسك مكانه. يعني مش على طول تتكلم، ومش في كل حاجه تتكلم، ومش مع اي حد تتكلم، ومش كل مشكله نتكلم في اشخاص. محمد سنة فاطمه دي ابوها سيدنا النبي عليه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، هو القائد واحنا ماشيين وراه. ومع ذلك ما قالتش لابوها، مع ان سنة فاطمه بضعه من النبي. مش قطعه منه. صح. ويريبها ما رب النبي صلى الله عليه وسلم. صح. ومع ذلك صلى الله عليه وسلم قالت ايه؟ لقد كان بيني وبينه شيء. تمام. الفائده الاولى ان الزوجه تتعلم من السنه فاطمه ما تحكيش اي مشكله. والفائده الثانيه في كلمه شيء، ان المفترض ان ولي الامر لا يسال طالما البنت ما قالتش. تمام. جدا، لان انا بدخل في هو ما يسالش، حتى لو عرف، لو حس، لو سمع ما يسالش. هي البنت الا لو هي اتكلمت. هي ما قالتش. هي ما قالتش ولا عايزه تحكي. عايزه تقول لك الموضوع صغير بس انا يعني ايه بضغط عليه شويه عشان يبطل يشتم، بضغط عليه شويه عشان ما يمدش ايده، بضغط عليه شويه عشان اقول له انا خليني عزيز عندك. انا كنت عزيز في بيت ابويا وامي. تمام. فيجي الاب بقى، واحنا عايزين نقول دايما يا شيخ محمد المشكلات الصغيره
حين تدخل فيها الكبار تكبر جدا. في كل وقت مشكلة الصغيرة. تمام. أنا بحدد أهو. المشكلة الصغيرة لو تدخل فيها الكبار تكبر. ولذلك أنا بقول لكل أب بنتك ما رضتش تحكي لك ولا تحكي لأمها المشكلة فلا تسأل. إنما تعمله طيب خاطر بنتك بكلمتين وطيب خاطر زوجها بكلمتين واجمعهما في بيت واحد. تمام. قالت المشاكل الكبيرة التعامل فيها مختلف. التعامل في المشكلات الكبيرة مختلف. ولكن أنا بقول للبنت افترضي ان طبيعه الوالد عفوا غير حكيم في مدرسه الحياه، ما تعلمش حاجه، كمل بيت للشغل وخلصنا والحمد لله رب العالمين. ما عندوش خبره في معامله الناس ولا تشريح نفسيات الناس. تمام. ولا في حاجه اسمها الفئات المستهدفه اللي هيتكلم معاها. الدكتور مش زي المهندس، مش زي الداعيه، مش زي الشيخ، مش زي العالم، مش زي السباك، مش زي بتاع السيراميك. الناس كلها مختلفه، كل واحد له لغه. ده مش تدني ومساله علوم ابدا، انما عايز اقول كل واحد له لغه يتكلم معه به. فأنا عايز أقول لو إن عارفة إن طبيعة الوالد عصبي أو غضوب أو انفعالي أو عنده حل واحد، يا تتجوزي يا تتطلقي، مفيش كده في الزواج. تمام. ده ربنا عز وجل حتى ما جه يعالج نشوز المرأة قال واللاتي تخافون نشوزهن، واحد فأعظوهن، اثنين واهجروهن في المضاجع، ثلاثة واضربوهن، أربعة حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. ده مش نافع يطلقها طلقة في طهر لم يجامعها فيه. تمام. كم مرحلة يا شيخ محمد؟ خمس مراحل. خمس مراحل. تمام. لكن يعني في حاله ان الاب ما يكونش مؤهل للحل، هي ترجع لمين؟ ترجع لحد في الاسره. مين في الاسره؟ قد يكون القريب منها خالها. تمام. قد يكون القريب منها عمها. قد يكون القريب منها اخوها الكبير الصالح الملتزم اللي من اهل الديانه وعارف الطريق المستقيم. تمام. قد يكون اللي هيعالج المشكله زوج اختها. قد يكون اللي عالج المشكله صديق زوج صديقتها. تمام. يعني عندنا حلول لو انها ارادت. تمام. فانا عايز اقول في لكن في كل الاحوال ما ترجعش لصاحبتها مثلا، ما ترجعش الناس هيزودوا المشكله. المشكله محمد صاحبتها، انا عايز اقول دلوقتي لما يكون حماده خطب مياده والاثنين حصل بينهم خلاف. تمام. وعاوز يسمع منها كلمات الحب، قالت له اتقي الله، انا ما بقولش الكلام ده. قامت عامل خناقه معاها وعامل طك قفل السكه في وشها. قامت كاتبه على النت يا بنات، وده كلام خايب بتاع البنات. ده بيحصل. يا بنات الجروب بتاعها مثلا ولا على الواتس ولا غيره، انا عامله مشكله مع حماده، اعمل ايه؟ مين اللي هيديها الخبره؟ البنات اللي في نفس سنها. صح. اين هي الخبره؟ مفيش خبره. وانا عايز اقول حماده ده المشكله له سمات وله صفات تختلف عن اي خاطب في الدنيا كلها، مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم. صح. فما ينفعش اللي يحصل هنا نتعامل به هنا. انما ينبغي ان انا بعرف سمات اللي انا هتعامل معاه الاول وصفاته. الهادئ ليس كالغضوب، الرفيق ليس كالقاسي، فالامر يحتاج الى نوع من الفهم. وفي كل الاحوال ما ترجعش للممثلين ليها في السن او صديقتها او صاحبتها. ما فيش خبره، ما هو في نفس السن اعتبر خبره قليله. اما يؤتى الى اهل التخصص او نقول الاول ابتداء، ابداي باهلك. تمام. حكم من اهله وحكم من أهله. أهله. بشرط عفوا ان يكون اللي هتدخل من الاهل له صله بالكتاب والسنه. تمام. وعارف ازاي يتعامل مع عقليات الناس. تمام يا شيخ محمد. ماشي. قالت فاطمة رضي الله عنها ايه بقى؟ لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني. يعني الغضب واقع في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. والسيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت ترفع صوتها على النبي. ومع ذلك لما سمع الصديق رضي الله عنه وارضاه وهو خارج الحجرة صوت عائشة بنته على سيدنا النبي، والله لطمها. ومع ذلك لما جه يأدبها والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أرسل إليه عشان يكون حكم بينهما. يا الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك سيدنا الذي دافع عنها إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حجزها من أبوها. أيوه. فأنا عايز أقول يا سيدنا، قالت لقد كان بيني وبينه شيء فغاضبني. يعني الغضب وقع في بيوت أزواج النبي. يعني. ده طبيعي جدا. وفي فرق يا شيخ محمد بين الغضب المحمود والغضب المذموم. الغضب المذموم انتصال للنفس. تمام. الغضب المحمود اذا انتهكت حرمات الله عز وجل. ربنا عز وجل يغضب على بعض عباده. نقرا في الفاتحه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نقرا في الايه وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات.
والنبي صلى الله عليه وسلم غضب على رعل وذكوان وداع عليهما في صلاة الفجر. يعني الغضب ده غضب محمود، إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. في غضب وزمان ما أشوف مناظر في لسوريا وإخواننا في فلسطين وغيرها، هذه المناظر تدمي القلب. صح، بنغضب. والإنسان لو لم يغضب يبقى قلبه قد مات أصلاً. فينبغي أن يحرك. صح. ثم الغضب المذموم بقى ما يقع مثلاً بين الزوجين. اللي تبقى تكلمه في قضية، سبها، شتمته، غضبت. وأنا عايز أقول للزوج، لكن في بعض الأحيان بيكون الغضب ده طبيعي، يعني زي الحديث اللي بنتكلم عليه. لا تغضب. الحديث الغضب الذي بين علي وبين فاطمة. نعم، بلا شك ده طبيعي، ما فيهوش محذور يعني. ما فيش فيه محذور، لأن سيدنا علي تصرف بمنتهى الحكمة. لما وصل إلى الباب المسدود. تمام. وما عادش فيه لغة حوار ولا لغة تواصل، عدت قادر أتكلم. اللي عمله سيدنا علي بن أبي طالب إن خرج من البيت. في بعض الأزمات يا شيخ محمد علاجها البعد عن مثير الغضب. تمام، فترة من الزمن. فترة من، أنا لا أقصد مسألة الهجر الطويل، إنما هقول له هنعمل إيه. فغضبني. طب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال لا تغضب. هذه أوصني قال لا تغضب. قال أوصني قال في بعض الروايات نعم، خلاف الصحيحين. ثلاث مرات. لما قال لا تغضب، نعم عند الإمام أحمد، قال فإذا بالغضب جماع الشر كله. سبحان الله. ما هو كده. الواحد ممكن يقتل أخاه إمتى؟ وغضبان. أنا أقسم لك بالله، وأنا على الهواء في قناة الناس، قناة الناس الأولى. أيوه. كلمني أخ قال لي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال لي شفت سمعته وسمعك. قال لي أنا قتلت ابني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. والله الذي رفع السماء. قال لي أنا قتلت ابني. لا حول ولا قوة. صدمة. أكيد لو قال لي قتلت زوجتي لربما افكر برها من الوقت، بس ما قال لي قتلت ابني فعلا صدمه. نعم. ودعيت دعوتين وانتهى وقت البرنامج، كنا في اخر الحلقه، والاخ كلمني بعد اللقاء. قال ايه بقى؟ فقلت له انت شغال في ايه؟ قال انا مهندس. طيب، وعقليه متزنه جدا. امال ايه بقى؟ قلت له انت بتاخد علاج نفسي؟ قال لي انا عقلي احسن منك. قلت له جزاك الله خير. امال ايه الموضوع؟ قال حدث خلاف بيني وبين زوجتي. اسكتي. اسكت انت. انت قلت الادب، انت لقيت الادب، انت اللي قليل الادب وما تربيتش. انا ما تربيتش. ده انت قالك ما فيش فيها رجاله. عيلتك ما فيش فيها رجاله. ده انت امك وابوك ما ربكوش. كلمه شمال كلمه يمين. قال فرايت ولد الصغير قبل عامين، ولد وهو بيصرخ. سكت الولد ده والا والله لا قتلك واقتله. قالت لو انت راجل اقتله. لا حول ولا قوه الا بالله. الشيطان يعمل ايه؟ قال والله العظيم يا شيخ استغلق عقلي، فرفعت الولد وظللت اضرب بولدي في الجدار، وما تركت ولدي الا جثه هامده غارقه في لا حول ولا قوه الا بالله. طب شيخنا هناخد اتصال بس. حاضر يا سيدي. اهلا وسهلا. السلام عليكم. الو. ايوه السلام عليكم، اتفضلي. الو. ايوه اتفضلي، ساميه من القاهره. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كان ليا سؤال حضرتك. اتفضلي. دلوقتي حضرتك انا بس دلوقتي حضرتك انا متزوجه. تمام. من واحد زوجه ثانيه. تمام. قبل حضرتك. تمام. الو. ايوه اتفضلي سامعك. زوجه ثانيه، وبعدين اتفقت انا وهو ان هو ما يعرفش زوجته ولا اهله، بس اهلي عارفين وكل الناس عارفه عندي. تمام. وبعدين متزوجنا، بصيت لقيت حضرتك ما بيجيليش، يجيلي كل اسبوع ساعتين. تمام. ما يقدرش يصرف عليا، بيديني 200 300 جنيه في الشهر. تمام. استحملته سنه، ما قدرتش استحمل اكتر من كده. قمت رحت لاهله قلت لهم، واتصلت بالتليفون بزوجته وعرفتها ان انا مراته. اهله رحبوا بيا، ويعني وبقوا مبسوطين لان هم على خلاف مع زوجته الاولانيه. تمام. وبعد كده زوجته الاولانيه سابت البيت ومشت، وبعد كده رجعت له. دلوقتي احنا بقالنا 4 أشهر لا بيجي ولا بيتكلم في التليفون ولا اي حاجه، وعمال يقول انت خربت البيت. قلت له انا ما خربتش البيت، انا حضرتك المفروض كنت هي تعرف من الاول، وانا كان عندي استعداد استمر معاك وما اعرفهاش، بس لو كنت انت فيك حتى جزء من العدل. انا مش عايزه هنا يوم وهنا يوم، انا حتى عايزه يعني ربع اللي بتديهولها. بس انتوا متفقين من الاول على كده؟
يعني انت متفقه معاه من الاول على ان يبقى فيه عدل وكده، ولا الجواز كان؟ لا، انا هو انسان محترم واخلاقه كويسه، هو قال لي انا في الاول مش هقدر اجي، انا مش هقدر اجي على طول. قلت له ما تجيش على طول. لكن ما حددتوش؟ لا لا، قال لي انا مش هقدر اجي كل يوم. قلت له مش انا مش، فانا وافقت عشان ما اكذبش يعني. يعني اتفقتوا على قد ايه؟ لا ما اتفقناش على ايام. انا بس مش هقدر اجي على طول، قلت له خلاص مش. تمام. فانا كان انا هو انسان محترم وكويس، فانا من بقالي 10 سنين نعرفه العلم معرفه جيده، فانا بالنسبه يعني توسمت فيه ان هو انا لو ارتبطت بيه شهر ولا اتنين هو مش هيرضى الظلم من نفسه. وانت اشتكيتي يعني له ووضحتي له ان ده ظلم واقع عليكي؟ بص انا كلمته بدل المره بس 200 300 مره، انا خلاص اتصلت قلت له انا اروح لمراتك مره واثنين وثلاثه والاهلك رجعني من الطريق كذا مره، بس انا ما قدرتش مثلا ايه حضرتك الاسبوع كله يجي فيه 6 ساعات. تمام. لها اولاد منه؟ قلت له ليكي اولاد منه؟ لا لا، احنا لسه متجوزين بقى لنا سنه، وهي زوجته الثانيه ما فيش اولاد. تمام. وفي حاجه كمان يعني انا قلت مثلا ايه، انت بيت معاها 6 ايام وتبات معايا انا يوم واحد. يعني انا اقل قليل كان يكفيني. لا ده مش عاجب حتى كده، مش عايز. او بعد كده دلوقتي حضرتك هو بقى له عندها دلوقتي 4 شهور. انت كنت متجوزه قبله؟ ايوه، هو متجوزه بقى له 23 سنه. بس ما فيش اولاد. تمام، شكرا، وصلت الرساله، الشيخ هيجاوبك. طب ماشي، شكرا. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. امه الله من القاهره، اتفضلي. بعد اذن حضرتك عندي سؤالين. اتفضلي. عندي سؤال، في اخت اعرفها هي مفيش مشاكل بينها وبين جوزها خالص، متفاهمين جدا الحمد لله، في مشكله واحده بس، ان هو شخصيه كتوله. ان هو ايه؟ هي مشكله كبيره، شخصيه كتوله. ارفعي صوتك. بقول ان هو كسول. كسول كسول. يعني حضرتك عشان حاجه كسول في ايه بالظبط؟ لا يعني مثلا عايزين حاجه، عايزين مثلا نصلح حاجه، ممكن نقعد مثلا سنه بنتحايل. هي بتقول كده، يعني هي بتقول ان هم مثلا عايزين يعملوا اي حاجه بتاخد وقت، وقت ده يعني شهور سنين. ودي عامله مشاكل لان في اولاد وليهم طلبات وحاجات زي كده. تمام. اي مشكله ثانيه فيه؟ لا هي بتعاني من المشكله دي. يعني قصدك مش متحمل المسؤوليه؟ لا، هو بيروح الشغل وبيجي وبيصرف، بس ما اعرفش بقى دي كده عدم تحمل المسؤوليه ولا لا. ما تعرفيش ايه؟ يعني هو بيصرف عليهم. بس هي مشكله الكسل. الكسل؟ الكسل في ايه؟ بس برضو انا مش فاهم الكسل في ايه بالظبط. يعني مثلا عايزين سباك ممكن يجي بعد سنه مثلا، بعد محايله سنه، عايزين مثلا نجيب كذا ده ممكن يجي بعد سنتين. تمام. الاشياء دي كماليه ولا اساسيه؟ حضرتك فاهمني؟ تمام تمام. باش محمد سؤالك التاني. الاشياء اللي في سؤال تاني اساسيه ولا كماليه؟ طيب الاحتياجات اللي هو ما بيلبيهاش دي او كسول فيها، الاشياء الاساسيه ولا الكماليه؟ والله يعني زي ما بقول لحضرتك، تصليحات مثلا في البيت، عايز مثلا يجيب عربيه او يبيع عربيه، ممكن العربيه تفضل موجوده عايز يبيعها وهي مركونه سنه سنتين. تمام. عايز. تمام. يعني هي زي ما هي بتحكي يعني. تمام. في معلش انا كنت عايزه انام للشيخ بعد اذن حضرتك عشان اقول له حاجه مش على الهوا يعني. أسأله سؤال تاني. طيب ممكن تاخدي الرقم من الكنترول. شكرا. طيب جزاك الله خير. الفايدة يا شيخ محمد، نرجع للأسئلة. طيب. عشان بس يبقى قطعنا النقطة دي. تمام. قالت فاطمة رضي الله عنها: لقد كان بيني وبينه شيء فغضبني، يعني إذا الغضب وقع في البيوت. تمام. ليست المشكلة في وقوع الغضب، إنما المشكلة كيف نتعامل مع الغضب إن وقع. أنا عايز أقول إن لربما الزوجة تغضب في موقف لأنها مضغوطة نفسياً، مضغوطة من الأولاد، مضغوطة من الطبيخ، مضغوطة من الكنيس، مضغوطة من الحمل اللي عليها. تمام. مضغوطة من مذاكرة العيال ومن الدروس والدوشة اللي احنا فيها دي. فالمرأة تثور. لو ان الزوج قابل هذا الغضب بغضب مماثل، المشكلة تكبر، فكأنما عاقلا واجه مجنونا. تمام. والله ليه؟ ما هو الإنسان ساعة الغضب حكمه كحكم المجنون. صح. استغلق عقله وأغلق قلبه. أيوه. فينبغي ان انا بقول للزوج امتثل لهذه النص صلى الله عليه وسلم، حديث 3 كلمات. زي ما بتقول انا عرفانه من الحياه، انا تعبانه منك، انا زيد خلاص يا راجل، ايه اللي خلاني اتجوزك؟ كانت جوازه سودة وكان يوم مش عارف عامل ايه. الله المستعان. ما تردش. تمام. طب ولو رديت انت راجل انت؟
هترد هي. ايوه انا راجل. هي بتسالني عبد الرحمن اهو ابو هاجر بتقول ايه انت راجل انت فاكر نفسك شيخ؟ ايوه ايوه انا شيخ. خلاص خلصت؟ طب اعرفك انا شيخ ولا لا؟ انا مش عايزين دي. طب اعرفك انا راجل ولا لا؟ لا. طب النبي قال حديث ثلاث كلمات وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال من صمت نجا. من صمت نجا. يعني الشيخ محمد بيقول لي كلام يؤذيني او انا بقول له كلام يؤذيه. لو انني تكلمت صار الحق معك. طب لو انت رديت لربما اتى الحق عليك. صح. فاسكت. لان لو سكت اخوك هيهدأ غالبا. تمام. والامر الاخر ساتي لك معتذرا. تمام. وهذا ما بين الزوجين. طيب. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام عمر من القاهره اتفضلي. ايوه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اسال الشيخ سؤال لو سمحت؟ اتفضلي. الشيخ يسمع. انا حضرتك متجوزه بقالي 20 سنه. تمام. وبعاني من زوجي في يعني هو كويس جدا واخلاقه وانا بحبه جدا بس مشكلته ان هو يعني مش بيحسسني كده بوجودي او مش بيحسسني بحنيته عليا حتى لو زعل عايزني انا اللي اتاسف له او انا اللي اطلب ممكن يقعد بالاسبوع او بالاسبوعين ما يكلمنيش ولو تمام. كلمته مش بيجي معايا بسهوله يعني بيحسسني ان انا موجوده في البيت ده يعني مش كزوجه لا كشغاله يعني مش بيديني اي كلام كويس او كده عايزني حتى لو هو الغلطان عايزني انا اللي اتاسف له وانا اللي ابدا معاه بالكلام وانا اللي ابدا معاه مع انه انسان خلوق جدا واحنا حتى لما بيزعل مش بيغلط فيا او حاجه بيخاصمني بس وبيقطع كلام وصلت. خالص معايا في خالص من وصلت. اي نوع تمام. فانا دلوقتي انا بيجي عليا اوقات بحس ان انا عايز اطلب مني الطلاق انا معايا اولاد كبار انا معايا ثلاث اولاد كبار منهم واحد كبير عنده 19 سنه فانا مش عارفه اعمل معاه ايه وفي نفس الوقت ما بدخلش حد من اهلي ولا حد من حاجه بس انا يعني كنفسيه طيب ما فيش لغه حوار بينك وبينه ما تقدريش تصرحيه بحاجه زي كده؟ ما هو حضرتك لما بيبقى زعلان ما بيكلمنيش حتى لو كلمته ما بيردش عليا يعني ممكن حاجه تكون يعني حاجه عابره يعني مش حاجه مستاهله زعل قوي بس حضرتك ياخد موقف وما يكلمنيش لازم انا اللي اتاسف له واقول له وارضيه واعمل وحضرتك يعني بقى يعني تكلميه وتقولي له الكلام ده بياخد موقف مش بياخد موقف بيحسسني ان ايه كان انا يعني اقل منه او انا اللي عايزاه او انا اللي عايزه كده يعني مش بيحسسني ان انا يعني يجي معايا بسهوله او كده لا حتى طيب لو هو فارق السن بينك وبينه كام؟ نعم فارق السن بينك وبينه 10 سنين هو في كام في الاربعينات؟ هو في الاربعينات؟ لا هو في الخمسينات انا في الاربعينات وهو في الخمسينات تمام بس انا دلوقتي انا عليا الذنب ان انا دلوقتي بدات ان انا اعمل زي ما هو بيعمل وزي ما هو مخاصمني انا مخاصمه بقالي مثلا اسبوع او 10 ايام ما بكلموش خالص نهائي يعني طلباته بقضيها له بس اللي هو بيكلمني ولا انا بكلمه فانا كده عليا وزر بس انا مش انا اللي غلطانه هو اللي غلط فيا في الاول مثلك لا يفعل هذا يا ام عمر ايوه يا شيخ مع حضرتك بقول لحضرتك مثلك لا يفعل هذا انت صابره انت بتتكلم بقالك 23 سنه كنت فعلت أيوة. هذا قديما اما كون ان انت وصلت الى هذه الدرجه هذا التحمل فاحسبك من الصالحات انا ازكي على الله احدا ولكن اوجهك تعملي ايه حاضر؟ مع ربنا يعزك يا شيخ ربنا يسعدك الله خير جزاكم الله خير ربنا يعزك ارجو من حضرتك خلص معي الاجابه ماشي السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب اتفضل يا سيدي طيب شيخنا ناخد السؤال الاولاني حاضر اتفضل طيب هي بتقول ان هي متزوجه وزوجها يعني متزوج قبلها وهي الزوجه الثانيه وهي ما اتفقتش معاه وما وضحتش ان احنا يعني هيكون القسمه ازاي فالصوره ما كانتش واضحه وبعدين اتفاجئت ان هو يعني ما بيقسم لهاش القسمه العادله فهيتصرف ازاي دلوقتي؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، انا عايز اوجه رساله الى الازواج اللي عاوز يعدد يعرف تمام يوضح يعني قول لزوجته يعني يعرف زوجته الاولانيه ايوه نعم يعرف وهذا من حسن العشره بينهما تمام ده يؤثر على العقد لا ولا حاجه خالص وده زواج شرعي في ولي للمراه في شهود وفي اشهار وفي مهر وفي كل حاجه وفي اعلان ده اسمه زواج شرعي ولكن انا بقول لك من حسن العشره تقول لي زوجتك ليه؟ تمام لكي لا تتهم بالخيانه وعلى انك منافق وعلى انك كذاب وعلى انك بتاع نساء وعلى انك كل حاجه كل ما يخطر على بالك ما انت كنت بتسهر بره بالثلاث اربع ساعات كنت قاعد عند الست هانم واعد قافل عليك الاوضه وبتتكلم من تحت السرير بعد ما تعرف
بعد ما تعرف. طب انا ما احطش نفسي في هذا الموضوع، انت رجل تمام. الا عند الاضطرار، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، وبشرط يكون دارس شخصيه زوجته كويس جدا. انا اقسم لك بالله، اختي من الاخوات زوجها صديق لي، فجاه ما عرفنيش انه يتجوز، بس قديما قال لي انا عاوز اعدد، قلت له شخصيتك لا تصلح للتعدد. غضوب جدا تمام، وكان اذا غضب يكسر اي حاجه حواليه، لا حول ولا قوه. التعدد يحتاج الى رجل حازم وحكيم وصبور وحكيم ورفيق، وعنده حسن تعامل مع النسوه، يعرف ازاي يكسب قلب المرء تمام، مع بقى العدل والانفاق والكلام ده، والعدل في المبيت والنفقه الماليه والكلام. وانا كاتب على النت كده في صفحتي زوجه واحده لا تكفي مقال عن التعدد، ف 14 ضابط للي عاوز يعدد، لان الدنيا عليه حفله شويه. اللي عاوز يتجوز اقول لك بتجوز، والاخر بعد ما اجيب عيل يرميه وخلاص، لما زوجته الاولى تعرف. ودائما غالبا غالبا بتخرب البيت الثاني على حساب البيت الاولاني، او العكس، ان الزوجه الاولى تقول له انا مش هبقى في البيت ثانيه لو انت لسه متجوز الست اللي اسمها فلانه دي. وبعدين يقول طب بيقول هعمل ايه اقربهما؟ ان انا اطلق الثانيه. صح. طب انت عامل فيها يا عم ابو، يعني ابو الرجاله وابو السباع، ربنا يدرك الصحه والعافيه. انت اقعد مع زوجتك قول لها انا عاوز اعدد للاسباب الاتيه، 1 2 3 4 5 تمام. يعني ده راي حضرتك ان هو لازم يعرف الاولانيه قبل المشروع. الا في حاله الاخت الا عند انا عايز اقول في حاله الاخت ايه بقى؟ هي بتقول انها كمان حصل المشكله وعرفت زوجته الاولانيه، يعني الموضوع توسع وكبر، غير صائب. هذا غير صائب، تصرف غير حكيم. انما الذي اثارها لذلك الغيره. واول ما قالت انا زوجه ثانيه قلت ربنا يسترها. فاحنا بنقول المراه اذا غارت يا شيخ محمد لا تعلم اعلى الجبل من اسفله. سبحان الله. جبل يا ناس، يا ناس جبل ايه؟ انا مش شايفه جبل يا جماعه. ده الراجل ده سكره ومتدين وصاحب اخلاق، انت ما تعرفوش انا اللي اعرفه. تمسح كل حاجه في ثانيه. والمراه اذا غارت لا تعلم اعلى الجبل من اسفله. سبحان الله. الاخت اللي وقعت في بعض الاخطاء منها انها لم تضع النقاط على الحروف من البدايه. تمام. كسبيل الدنيا مفتوحه كده. انت هتجي لي كام يوم في الاسبوع؟ ما حددوش. يبقى وقعنا في خطا. يبقى لو جالك ساعه لم يظلمك. صح. جالك ساعتين لم يظلمك. بات عندك ليله لم يظلمك. قاعد معاك اسبوع لم يظلمك. الكلام كان مبهم وما كانش في حاجه واضحه. اي نعم. تمام. فكان ينبغي وضع النقاط على الحروف من البدايه. زي مثلا في فتره الخطبه، مثال شبيه. بنت عندها هدف في الدعوه، لها رساله ولها اهداف. ياتي الانسان المتقدم خامل في هذا الجانب. تيجي بعد الزواج عاوزه تروح تحضر محاضرات هنا ودورات هنا وندوات هنا ومؤتمرات هنا، انت رايحه فين يا حيلتهم؟ فتقول له والله انا رايح احضر ولا دوره ايه وبتاع، اقول يا حاجه شوف لك اغسل لك حلتين ولا كوبايتين. فتتصدم ليه؟ ما حطتوش النقاط على الحروف من البدايه. تمام. انت طالع لك رساله ولك اهداف. اللي جالك ده خامل، انسان متدين وصاحب اخلاق، ولكن مش شايل هم الدعوه ولا هم الدين. طب ازاي هتتوافقوا مع بعض ازاي؟ بقت مشكله كبيره. فانا عايز اقول للاخت الكريمه غلطت في او ما وقعت فيه. تمام. ان اهلا تضع النقاط على الحروف. تمام. ثانيا لم تحلل شخصيه الزوج صح. تمام. بمعنى ايه؟ ظنت انه هيعدل. ظنت انه هيعدل. ماشي، هذا جزء من الامر. الامر الاخر كان لابد من الاستشاره. ايه الاستشاره؟ يعني تسال الناس اللي حوالين بيته، وتسال الجيران، وتسال عم الحاج بتاع السوبر ماركت، وتسال بتاع القهوه، وتسال الامام اللي في المسجد، وتسال الدنيا حواليه. الراجل ده هل انسان متزن في المواقف؟ هيعرف يعدل ما بيني وما بين زوجته الاخرى؟ الكلام ده اللي يقول وليها هو اللي هيبدا يبحث. تمام. كاب او كاخ او غيره. تمام. الاخت وقعت في خطا كبير جدا، ولكن يغفر لها بسبب الغيره. أنا لما غارت وقالت اتكلمت معاها مرة واثنين وثلاثة، طب اتكلمت معاها في إيه؟ أنت ما حطيتش نقاط على الحروف من البداية. صح. فأنت عاوزاه الوقت يقعد 3 أيام هناك وثلاث أيام عندك، أو يومين عنده ويومين عندك. هو بالنسبة له ما اتفقش على كده. وما اتفقش على ذلك. وقالت في ثنايا الكلام ده إنسان صالح ومتدين وصاحب أخلاق. مش الكلام ده قالته ولا أنا توهمته؟ أيوه صح. يعني ذاكر إن هو إنسان دين. صح. يعني دين، ما هو عارف عشان هو دين إن في حاجة اسمها عدل، ولذلك أنت لم تشترطي ولم يشترط وأنت وافقتي. لما تركت الباب على اهله رحبوا بها ليه؟ لان في خصومه ما بين اهل الزوج وما بين زوجته الاولى. فبدات تشتغل على هذا الوتر، وبلا شك بان هذا ظلم للزوجه الاولى. انما كان ينبغي ان تقول له ابقى على بيتك الاولاني واسعد اولادك واجعل لي نصيب من هذا.
وانا عايز اقول طالما انها مطلقه او يعني ترملت بسبب موت زوجها فينبغي لها ان تصبر. وكون معك رجل صالح دين هذا بالدنيا كلها. كما ان المراه خير متاع الدنيا. ثم الاخت لما حلت غلط. اين الرجال اللي في الاسره؟ فين وليك؟ هي اللي حلت. لا، كان لابد من تصدير ابوك او اخوك او خالك او عمك يجلس معاه مجلس في وجودك. انت احنا اشترطنا 1 2 3، هل وفيت بهذا ام لم توفي؟ تمام. ولكن الذي فعلته هذه الاخت امر غير محمود. تمام. فتعمل ايه؟ ما احنا هي لسه في مشكله وبقالها فتره ما بتكلمش معاها ومخصمها بقالها 4 شهور مش عايز تروح عندها. اللي انت تعملي وسطي احد من اهل الديانه ومن اهل الخلق وله علم بالكتاب والسنه وله خبره باحوال الناس، يصل الى الزوج ويتحدث معه ويقدم ويؤخر الى ان نصل الى حل باذن الله عز وجل. نعم. طيب السؤال الثاني، الاخت بتقول يعني في مشاكل بسبب كسل الزوج. نعم. في الامور يبدو ان هي قصدها الامور الكماليه مش الاساسيه. تمام. لانها تمام. ذكرت المثال ان هو عايز يغير عربيه وما بيغيرهاش او حاجه زي كده. تمام. فهي بتسال تتصرف معاه ازاي؟ طيب نقول يا شيخ محمد، الاخت على تقول انا زوجي، هي مش هي اصلا صاحبه المشكله، هي بتقول ده واحده صاحبتي. لان في كلام سالته هي مش عارفه عنه حاجه. بالظبط. فكان ينبغي المتصل اللي يسال يبقى هو صاحب المشكله. صح. لان اساله اسئله نفسيه واحلل شخصيته الاول وبعدين ندخل في تحليل المشكله. طيب. وبعدين نصل لحلول. طيب. ولكن ارد كلام مجمل. طيب. انا عايز اقول في طبيعه في بعض احنا عندنا حاجه اسمها الشخصيه الوسواسيه. عندنا في حاجه اسمها الشخصيه السيكوباتيه اللي عندها سوء ظن بالاخرين، متكبره المتعاليه، وعلم تحليل الشخصيات موجود في القران والسنه وده اصله. تمام. لما فرعون يقول انا ربكم الاعلى. لما يقول ما علمت لكم من اله غيري. لما يقول ما اريكم الا ما ارى. ده اسمه ايه بقى؟ الشخصيه المتعاليه. تمام. الشخصيه المتكبره. الشخصيه المتفرده بالقرار ورجعه باللي حواليه. لما قارون يقول انما اوتيته على علم عندي، يدخل في هذا الباب. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ابا سفيان يحب الفخر فاجعل له فخرا. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نساء ركبنا الابل صالح نساء قريش، احلاه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده. دي شخصيات المراه العطوفه. تمام. فانا عايز اقول يا سيدنا الشخصيات وتحليلها. الشخصيات وتحليلها. فانا ده ما اقوله ليه؟ عشان بقول يا بتقول هو خامل. طب هي دي سمات فيه طبعه كده ان هذه الطباع ما بيتحركش الا بعد سنتين. فالامر محتاج تمهيد طويل الاول ووصله الى النتائج. اقول له حضرتك لو لم تتحرك ده هيعود علينا بالمشاكل الاتيه 1 2 3 4. تمام. طب وبعدين هو خامل في ايه يا اختي؟ هل في العباده؟ لم تذكر عباده. تمام. قالت انا ما اعرفش. طب خامل في ايه؟ في مساله. وانت حضرتك ذكرت لي بالمثال ان قالت اما يجي يغير عربيه يبقى انت قاعده بتزن على دماغه كل يوم يغير عربيه ولا الوضع ايه؟ فانا عايز اقول لو ان الامر في الامور اللي هي كمالية. الواجبات ليس بالكماليات بلا شك يسأل عن هذا أمام الله يوم القيامة. صح. أما إذا كان الأمر يختص بالكماليات لعل الرجل يقدم ويؤخر. يعني قول ده هي عدة مثل كمان، يعني لو حاجة في البيت محتاجة تتصلح بيقعد وقت طويل عشان لا هذا كلام بلا شك. يعني كلام منافي لل هنا دي الواجبات أظن دي مش كماليات، ده أمر واجب. حنفية بتسرب ولا كهرباء مش عارف سلك عريان ولا سخان بس في وقت الشتاء ينبغي ان يتحرك. صح. لمثل هذا. بس انا عايز اقول لعل الزوج طبيعته يا شيخ محمد والبيئه تؤثر. ماما بتعمل له كل حاجه. العفش بابا لازم يجيبه. الدهان بتاع الصناعيه بابا لازم يجيبه. دهان الشقه ابو اللي واقف، كهربه الشقه ابو اللي واقف. يبقى الشاب تعلم ايه؟ تعلم الاعتماد على الغير. تمام. انا ما اعرفش تحليل اختي مفترض الزوجه تتكلم عشان اسال في الكلام ده. تمام. فانا عايز اقول اذا كان هذا الاخ بهذا الحال فينبغي لك ان تعرف ان شخصيته كده ولن يتغير ودي سمات موجوده فيه حتى الممات. فواجب على حضرتك تترفقي جدا في التعامل ولو استطعتي ان تخدمي لسانه بعد اذن حضرتك. انا اصرف اديني مصاريف في البيت وانا انفق ودبري وربنا يعينك عليك. وفي بيوت كتير ماشيه بالطريقه دي. الاخت يعني المتصله الثالثه قالت ان بقالها متجوزه يعني فوق ال 20 سنه. نعم. وهو بيتعامل معاها كانها مش موجوده، مفيش لغه حوار بينهم، بتقول مش حاسه بيه، ومهما كلمته في حاجه زي كده بتكون النتيجه ان هو ما بيفهمهاش وبيغضب وبيزعل منها وبيخاصمها وكده. فتتصرف ازاي في الحاله دي؟ لا اله حضرتك قلت لها جزء من اختي ام عمر ربنا يحفظها. لكن احنا عايزين يعني انا احسبها من الصالحات ولا ازكي على الله احد. والكلام ده يفهم من نبرة الصوت، طريقة التعبير بتاع الكلام.
تمام. المواقف اللي حكيتها ان انا صبره بقالي 20 سنه. طب احنا بقالنا 20 سنه ما شاء الله عليك، ده انت جبل في الصبر لاول يحمد لك. ربنا يبارك فيك يا ام عمر. انا عايز اقول ان المراه لها حاجه شيخ محمد اسمها مؤهلات المراه الودود. مؤهلات المراه الودود. ومنها والنبي ذكر في بعض الاحاديث التي اذا ظلمت من زوجها قالت هذه يدي في يدك لا اذوق غمضا حتى ترضى. من الظالم؟ هي الزوج. ومن الظالم؟ الظالم الزوج. ومن المظلومه؟ هي. يعني هو الظالم وهي المظلومه. ولكن لما عمر تقعد تفكر بينها وبين نفسها، يا اكني من صفات نساء اهل الجنه الصبر على الزوج، ولو كان هو اللي اذاني وانا لمد ايدي في ايده واقول له لا اذوق غمضا حتى ترضى، والله قلبها يبرد. صح، احتساب. فانا عايز اقول احتسبي هذا عند الله. احسن بتقول ايه؟ يعني في كل مره انا اللي بصالح وانا اللي بقول، لا لا ما تفكريش بالطريقه دي، فكري بالطريقه الاخرويه، ان انت عايز تتمثلي نساء اهل الجنه. صح. ان مهما فعل الزوج تقولي له هذه يدي في يدك لا اذوق غمضا حتى ترضى، وانا امتثل لهدي النبي محمد. وصلي له الحته دي عشان تألمه، بس لابد ان يصل الكلام بنوع من الترفق. تمام. ثم يا شيخ محمد تختار الوقت كمان. كلام رائع يا شيخ محمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في البخاري، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخورنا بالموعظه في الايام كراهه السامه علينا. يعني كان بيختار التوقيت اللي اتكلم فيه. انا بقول للزوجه بعيدي عن ثلاث امور. اوعي يكون زوجك تعبان جسمانيا وتتكلمي، اوعي يكون زوجك تعبان نفسيا وتتكلمي، اوعي زوجك يكون اتاه ما يشغله وتتكلمي. تمام. هو جاي تعبان جسمانيا او نفسيا او اتاه ما يشغله. جسديا. تمام. نفسيا اتاه ما يشغله. الثلاثه دول. لان تعمل ايه؟ الحمد لله. واخبارك ايه؟ الحمد لله. واخبار الشغل النهارده ايه؟ الحمد لله. وتاكل ولا لا؟ ما خلصنا يا حاجه، خلصنا يا حاجه، الله يسترك. مش ده طبيعه الرجال كده؟ صح. وانا عايز اقول لاختنا ام عمر، لازم المراه تحترف ازاي تخرج الزوج من المشكله. تقدر؟ تقدر. لا سيما بعد السنين دي كلها. بعد السنين دي كلها. يعني حفظته خلاص. انا كنت عاوز اسال شويه اسئله ولكن اطلنا عليها. او لا، اذكري لي خمس سمات من سمات الزوج الصالحه الحلوه، الصفات الحلوه اللي تعجبك فيه. هتقولي بيصلي وبرب والديه وبحب اولاده ومش عارف بيكرمنا ومش بخيل على البيت، هتذكر صفات حلوه. وده مما دائما ينبغي على من يوجه ان يذكرها بها لعلها نسيت. والمراه في حال غضب بتمسح. لو احسنت اليهن الدهر كله، قالت ما رايت منك خيرا. خيرا بس قط. شفت حاجه خالص. احنا كنا في الساغه امبارح جايبين دهب، تقول لك دهب ايه بتاع الدهب؟ ما الرجاله كلها بتجيب دهب. واحد لا ياكل. يا بنتي انت بتحذري ولا ايه؟ بس لما جالها الغضب مسحت كل حاجه. فانا عايز اقول للنساء يا اختي الكريمه، احترفي ازاي تخرجي زوجك من الكلام. الزوج راجع من العمل وقعد على الكرسي رمى الشنط اللي في ايديه، بس هي برضه بتبقى قاعده طول اليوم لوحدها والعيال، وبرضه عايزه تتكلم. ما هي لازم تتكلم، ولا اقول للزوج هو برضه شويه. بس انا عايز اقول نصيحه لام عمر الاول. يعني الموضوع من ناحيتين. اي نعم صحيح. زوج زوجك لما رجع من العمل، مالك؟ ما ماليش. انت زعلان؟ زعلان ولا حاجه. طب انت فرحان؟ لا فرحان ولا حاجه. طب تاكل؟ ماليش واكل. تاخد شاور ولا شاور ولا هبال؟ صح. هو بيديك رساله، اسكتي شويه. انا تعبان. وممكن يقول لك الكلمه يغنيها لك، يقول لك انا تعبان كده اهو. يعني هي لازم تفهم بقى. لازم تفهم الكلام ده منين؟ اولا من تعابير وجهه. هو اول ما بيدخل ده كل يوم، سوسو حبيبه قلبي السلام عليكم ورحمه الله. دخل النهارده؟ عليكم. تفهم الكلام ده منين يا شيخ محمد؟ من اللفظ. تمام. دلالات اللفظيه وغير اللفظيه. داخل عامل كده اهو، يعني مسهم ومبرق والحاله صعبه. افهمي اللي ورا ده. تمام. افهمي فهم عميق. تمام. النقطه الثانيه، اوعي تصري ان زوجك يتكلم بالعافيه. تبدا تسبب له نوع من الجرح، فتبدا تقول له ايه؟ ما هو لو اخواتك البنات بيتكلموا معاك بتتكلم بالاربع ساعات، وبتقعد ترغي مع عمك في التليفون بالست ساعات، وتتكلم مع صاحباتك اللي في الشغل وتكركر وتضحك، وتيجي هنا تقلب بوزك. خربت. صح. ما تخرجوش من الازمه اللي هو فيها بنوع من التجريح. تمام. والامر الثالث، فلتحذر كل الحذر ان تنغص عليه باي مشوشات في البيت. هو دخل ينام، لم بقى العيال، يلعبوا معاهم كوره، يلعبوا معاهم تنس طاوله، يلعبوا معاهم بولينج، اللي انت عاوزاه. المهم لم العيال، يسكتهم لما زوجك
يستريح ويقوم. عملت كوبايه عصير، عملت كوبايه شاي، مش عاوز يتكلم. وانا بقول للزوج اعرفي، الزوج لما يقع في مشكله ما بيخرجش منها الا في حالتين. الحاله الاولى عند حل الازمه، وان عجز عن حل الازمه استعان بصديق، وان استعان بصديق واداله حل يرجع يفرفش ويضحك في البيت تقول له الراجل ده اتجنن يا جدعان، ده بقاله ساعه كان قالب وشه وكانت الدنيا صعبه جدا، قال له انت مالك ايه اللي حصل؟ لا الحمد لله ده كان عندي مشكله واتحلت. ايوه يبقى المراه تفهم ايه بقى؟ ان الرجل لما تاتيه ازمه بيصمت مش عايز يتكلم مع حد. تمام. فبقول له اختار يا ام عمر، اوعى تضغط على نفسيا ولا تتكلم معاه في حال غضبه. تمام. واختار التوقيت، واوعى تتكلم وهو تعبان جسمانيا، وما تسحبهوش في الكلام بالعافيه. والحاجه تمام. الاخيره بقى عشان ننتقل للزوج. لا الزوج بقى نخليه الحلقه الجايه. حاضر. تمام. ان يا الله ان تكلمي يا ام عمر انت واخواتك فيما يحسنه الزوج. دي مهمه. يعني ايه؟ الزوج شغال في الدعوه مثلا حاول تقرب منه، تكلمه في الحاجه اللي بيحبها. اختي بتقول لي انا متجوزه بقالي سنين وزوجي ما بينطقش، لو ابو الهول نطق هو ينطق. قلت لها صدقيني هينطق بقى كويس. تمام. جوزك شغال في ايه؟ قالت لي بيحب تربيه الحمام. سبحان الله. حلو جدا، كويس جدا. عندك انترنت؟ قالت لي موجود. كويس خالص. جوجل اعملي سيرش بقى، اكتبي كيفيه تربيه الحمام، انواع الحمام، امراض الحمام وعلاجها. كويس كده يا شيخ محمد؟ تمام. جدا. الكلام في اللي بيحسنه. قعدت تذاكر في القصه دي اسبوع، الحمام الزغاليل والحمام الوطواط والحمام مش عارف ايه وامراض الحمام وبتاع. فبتقول لي هي بتحكي لي بعدها بقى. بتقول لي انا قاعده في يوم مع زوجي بقول له الحمام جاله مرض يعني كان منتشر كده، هي تفهمي ايه في الحمام يا ام حمامه؟ وقالت لي دخل كده. فقامت مذاكره بقى اللي مذاكراه قالته، قالوا ده في حمام انواع حمام ومش عارف وتعمل ايه وتودي ايه وتسوي ايه. بتقول لي اقسم لك بالله الذي رفع السماء كان زوجي انسان جديد، بدا ينطلق ويتكلم ويفتح. عشان كده بقول له ام عمر شوفي زوجك متخصص في اعملي لو من الدعاء او من طلبه العلم، امسحي المكتبه ونظفيها وروقي الكتب وبخري المكان، هتلتقي الدنيا بقى التمام التمام. فاختاري اللي هو شيخ عبد الرحمن. احنا يعني ربنا يبارك فيك واستمتعت جدا جدا بالحوار مع حضرتك، واتمنى تكون الحلقه دي فادت ام عمر وغير ام عمر من المشاهدات الكريمات. واحنا عايزين ان احنا يعني نلخص النقاط اللي احنا قلناها، النصائح للزوج، عشان نبتدي نعم. الحلقه الجايه نقول النصائح للزوج. احنا قلنا خمس نقاط، لو حضرتك تلخصهم. طيب النصائح شديد جدا عشان نختم الحلقه. طيب انا الخص مجملا. طيب. نصائح سريعه. عايز اقول للزوجه مش كل مشكله تحكيها لاهلك. تمام. اثنين، ترفقي مع الزوج واياك والمعايره او اياك وتجريح الزوج. تمام. تكلمي في الوقت المناسب، ما تجرش زوجك للكلام بالعافيه. استقري وجه الزوج حين دخولي، لما يدخل البيت وتعرفي شكله متغير اعرفي ده، قللي من الكلام معاه. اعرفي ان زوجك لن يخرج من الازمه التي هو فيها بكثره الرغي، انما سيخرج في حالتين، الحاله الاولى عند حل الازمه والحاله الثانيه حين يستعينه بصديق. شيخ عبد الرحمن منصور استشاري العلاقات الاسريه والانسانيه، اشكرك شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا. سعيد باللقاء يا شيخ محمد. وانا اسعد يا شيخ. مشاهدينا الكرام، وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.